مشاهدينا أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج العالم ينتخب. نواصل متابعة أهم مستجدات الاستحقاقات الانتخابية في العالم، وفي حلقة اليوم نتوقف مجددا مع أوروبا وبالتحديد مع فرنسا التي تتصارع فيها عملية إعادة تركيب المشهد السياسي، وبريطانيا حيث تتنافس الأحزاب في تقديم الوعود لتعزيز مكانتها الانتخابية. فأهلا بكم. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن باريس تواجه لحظة خطيرة للغاية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، حيث تتصدر الكتل السياسية اليمينية المتطرفة واليسار المتطرف استطلاعات الرأي حاليا. وأضاف ماكرون في ختام قمة مجموعة السبع بإيطاليا أن هناك قضايا كبرى على المحك مع الحروب والتحديات الاقتصادية غير المسبوقة. كشفت مجموعة من قوى اليسار الفرنسي عن برنامج مشترك للانتخابات التشريعية، واتفقت أحزاب اليسار الرئيسية الأربعة وهي فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الشيوعي على تقاسم الدوائر الانتخابية البالغ عددها 577 دائرة، والاجتماع تحت راية الجبهة الشعبية. بدأت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا ماري لوبان جولتها الانتخابية اليوم في شمال البلاد، وقالت لوبان إن حزبها اليميني قادر على الفوز في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة وستشكل حكومة وحدة وطنية في تلك الحالة. ستكون حكومة وحدة وطنية، وهذا يعني أننا سنجمع جميع الفرنسيين رجالا ونساء ذوي النوايا الحسنة الذين يدركون الحالة الكارثية في بلادنا. سيجمع جوردان بارديلا هذا الفريق حوله ليتمكن من وضع تدابير عاجلة أولا، وهو ما أعلنه، ثم تدابير المهمة للغاية اللازمة لفرنسا. حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يواجه خطر حدوث أزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب خطط الإنفاق الضخمة. عندما أنظر إلى اليمين المتطرف أرى برنامجا يحتوي على إنفاق ضخم، لذلك فهو ليس الأفضل. على سبيل المثال برنامجهم يقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو مقابل 1398 يورو حاليا، وهو ما يعني قفزة في البطالة. أدعو الناخبين إلى اختيار الوسطيين، لا يزال هناك إمكانية لذلك. لا تزال آثار قرار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة تنعكس على المشهد السياسي في فرنسا، وتتسابق الكتل السياسية في تشكيل التحالفات من أجل الفوز بأكبر عدد من الدوائر الانتخابية والسيطرة على البرلمان. كل يغني على ليلاه، شعار رفعه قادة الأحزاب والكتل السياسية الفرنسية لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث تتسارع عملية إعادة تركيب المشهد السياسي في فرنسا بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية أو البرلمان. خطوة عجل بها ماكرون على خلفية الانتصار الانتخابي الذي حققه التجمع الوطني اليميني بعد تصدره بنسبة تجاوزت 31% من الأصوات في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي. هذا التقدم اليميني جعل الأحزاب المحلية في فرنسا تضرب أخماساً في أسداس، يبحثون فيها عن الآليات المناسبة التي سوف تدار المعارك الانتخابية بها.
أحزاب اليسار الرئيسية الأربعة كانت أكثر صلابة، حيث اتفقت على تقاسم الدوائر الانتخابية التي يمثلها 577 مقعداً في البرلمان. وقد أعلنت تلك الأحزاب الاتحاد تحت راية أسموها الجبهة الشعبية، وهو الاسم الذي يشير إلى تحالف مشابه شكل في فرنسا عام 1936. بينما يحاول معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون تقديم انتخابات 30 يونيو والسابع من يوليو على أنها خيار المجتمع بين كتلة تقدمية يجسدها الرئيس وسلوك المتطرفين في اليسار واليمين الذين يغذون الانقسام. وعلى الرغم من تقدم اليمين أوروبياً، فإنه لا يزال يمثل المعارضة في فرنسا، والتي دبت فيها سلسلة من الانقسامات الواسعة، خصوصاً بين وسط وأقصى اليمين. وأمام الأحزاب السياسية قرابة 3 أسابيع للقيام بحملاتها الانتخابية واتخاذ قرار بشأن التحالفات المحتملة من أجل انتخابات سوف تتمخض بالتأكيد عن حكومة جديدة، وسوف تعيد رسم التوجهات الفرنسية، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والعلاقات مع روسيا. ينضم إلينا من باريس الدكتور توفيق قويدر، الكاتب الصحفي والباحث في العلاقات الدولية. دكتور قويدر، لماذا استطاع اليسار أن يتحد أما اليمين، وهو اليمين يوصف بأنه المتطرف، لم يستطع أن يحقق نفس الاتحاد في هذه الانتخابات حتى هذه اللحظة؟ مساء الخير وتحية للسادة المشاهدين. طبعا السهولة تكمن في أن الحزب اليساري بصفة عامة يعني لديه قواسم مشتركة، يعني استطاع أن يكون لنا هذا الجبهة، هذا هو الجبهة الشعبية، يعني ميلاد الجبهة الشعبية التي عرفت كذلك في السابق في البرلمان، كانت تسمى بنيبس، وهي مجموعة مشكلة من حزب فرنسا الأبية، حزب اليسار وحزب الخضر، ولكن لم تتعمر طويلا. نعم. إذن النجاح هنا يكمن في القاسم المشترك في الأحزاب اليسارية والأحزاب الاشتراكية وحزب الخضر والحزب الشيوعي، لديهم قواسم مشتركة، نظرة فيما يخص معالجتها في هنا في فرنسا. على غرار لديهم نفس المشكلة، نفس الرؤية فيما يخص الهجرة، لديهم نفس النظرة فيما يخص الشغل، هم ضد قانون العمل، لديهم نفس النظرة ويتقاسمون النظرة فيما يخص الاتحاد الأوروبي في مساعدات إلى أوكرانيا، في حين فشل اليمين المتطرف حزب الجمعية التجمع الوطني بزعيمة ماريشال لوبان. لماذا؟ لأنه ليس لديها يعني قواسم مشترك مع أي حزب، باستثناء ما سمي بالخيانات التي قام بها إيريك سيوتي وبعض النواب. إيريك سيوتي هذا ممثلا لحزب اليميني، لحزب اليمين، اليميني الجمهوريين، أو ما يسمى اليمين المعتدل. نعم. وهذا ما اعتبر، يعني يعتبره البعض هنا في فرنسا بأنهم خيانة من طرف بعض أعضاء أو النواب اليمينيين المعتدلين لصالح مارين لوبان. طب هذا دكتور توفيق يضعف اليمين الذي تتحدث بلسانه السيدة ماري لوبان بثقة وكأن الفوز قاب قوسين أو أدنى من حزبها أو تيارها؟ أكيد الآن بعدما ربحت وتصدت الطليعة في تقريبا في يعني في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وفوز جوردان بارديلا الذي يبلغ 28 سنة وهو شاب طموح. نعم. وبالتالي الآن مارين لوبان ومن ورائها الحفيدة ماريو ماريشال لوبان يعني تطمح إلى الفوز، يعني الآن لديها حوالي كان لديها بعد حل الجمعية الوطنية الفرنسية كان لديها تقريبا 90 أو 95 برلماني. نعم. الآن تريد الحصول على أكثر، لماذا؟ لأنها وجدت مساندة كبيرة من طرف اليمين المعتدل الذي سوف يساندها أكيد في تقاسم الدوائر الانتخابية، وهو ما يصبو إليه الحزب الاشتراكي أو الجبهة الشعبية الاشتراكية التي قام بها الأحزاب اليوم في فرنسا. وبالتالي فإن ماري لوبان لديها طموحات، لأن
يبدو أن الفرنسيين يعني لديها يعني وعاء انتخابي لا بأس به تلعب به، يعني تريد أن تراهن عليه مثل ملفات الهجرة. حتى في الانتخابات السابقة تقريبا نفس الملفات كانت مطروحة، إن كانت الأزمة الاقتصادية أو الظروف الاقتصادية لم تكن بهذا السوء أو هذه الصعوبة، ولكن نفس المفردات يستخدمها الرئيس الفرنسي في الهجوم على اليمين وتخويف الشعب من هذا التوجه. أكيد، لماذا؟ لأن الآن القرار السيد هو الشعب الفرنسي، والتحذير طبعا مسؤولية كل رئيس الجمهورية. السيد إيمانويل ماكرون قال بأننا نحن لم يستثني كذلك، لم يستثني حتى الاشتراكيين. اليوم صرح في قمة مجموعة السبعة، قال بأننا نحن أمام تحالف المجانين، يعني ما يقصد تحالف المجانين، يقصد في اليمين. الانتخابات السابقة كان يريد أن يتحالف مع بعض قوى اليسار حتى يحصل على الأغلبية. صحيح صحيح، وإليزابيث بورن التي تم إقالتها هي يعني محسوبة على اليسار. نعم. ولكن الموجة الزرقاء انتهت، الموجة الزرقاء ومن ثم لا ريبوبليك مارش أو الجمهورية الأمام أو حزب النهضة حالياً. ماكرون يعني يبدو أنه شعر بالخطر، شعر بهذا الخطر، وبالتالي يريد إعادة يعني ترتيب البيت لأنه ليس لديه شعبية، وتفطن يعني أراها مغامرة ومقامرة في نفس الوقت بحل البرلمان، وبالتالي فإنه يسعى إلى يعني توحيد البيت السياسي أو التحالف الرئاسي لأنه في تصدع. نعم. الآن يحاول يعني استقطاب ووضع يعني تعبئة عامة للشعب الفرنسي، وهو وضع حاجز أمام اليمين المتطرف، وهي رسالة ضمنية للشعب الفرنسي، يعني صوتوا لليمين، لليمين المعتدل، صوتوا إلى الاشتراكيين، صوتوا للخضر، ولكن لا للماري لوبان والتجمع الوطني الفرنسي المتطرف. لماذا أصبح المزاج في الغرب أو في الدول الأوروبية، وهذا ما ظهر من خلال الانتخابات الأخيرة المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، يتجه ناحية اليمين والذي يوصف في الغرب بأنه متطرف؟ لماذا؟ لأن يعني قناعة الشعب الفرنسي الآن أصبحت تميل إلى الوطنية أكثر منها إلى مسألة التعايش، يعني لأنهم قالوا بأننا سياسة التعايش مع الأجانب لم تعطي أكلها، وبالتالي لابد أن نتوجه إلى حماية الهوية الوطنية مثل ما تدعيه ماري لوبان، وأن سبب المشاكل هو الهجرة والأجانب، وبالتالي مثلا في حرب أوكرانيا هم ضد هذه المساعدات التي قالوا بأنها من الأحسن من كان بالأجدر بها هو المواطن الفرنسي. كذلك المزارع الفرنسي سيدي الفاضل اقتنع بأن سياسة اليمين هي التي تخدمه، وكذلك المواطن الفرنسي وحتى المواطن الأوروبي، فقط ليس يعني مقتصرا هذه القناعة على أن التوجه نحو اليمين المتطرف هي قناعة يعني ليست فرنسية بل قناعة أوروبية تقريبا، نجدها في المجر في هنغاريا في ألمانيا، وبالتالي الدول يعني الاتحاد الأوروبي سوف يعني تعرف تغيرات كبيرة وتوجهات يعني جديدة. نعم. والمفاجآت تكون سيد الفاضل سوف نشهدها في انتخابات 30 جوان والتي تحدد تشكيلة البرلمان الفرنسي أو الجمعية الوطنية التي يمكن أن تكون فيها المفاجأة كبيرة. دكتور توفيق ويدر الكاتب الصحفي والباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من باريس، شكرا لك. تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأكثر من 17 مليار جنيه استرليني من التخفيضات الضريبية، وذلك في محاولة لإحياء حملته الانتخابية ولتعزيزها. ووصف سوناك خطته السياسية المؤلفة من 76 صفحة بكونها جريئة، وقد وعد بتقديم المساعدة لأصحاب المشاريع والمتقاعدين ومشتري المنازل لأول مرة بتمويل رئيسي من خلال حملة كبيرة في سياق الرعاية الاجتماعية.
أكد رئيس حزب ريفورم أو الإصلاح البريطانية نيجال فراج أنه سيسعى للحصول على 6 ملايين صوت في الانتخابات المقبلة. وقال فراج إن كتلته هي التي يمكن أن تمثل المعارضة الحقيقية في البرلمان. نقطة التحول تعني أنه إذا كنت صوتت للمحافظين فمن المؤكد أنك ستحصل على حزب العمال، وهو الآن تصويت ضائع. نحن المنافسون لحزب العمال، نحن الآن المعارضة الحقيقية، وأنا أؤكد لكم أنني أستطيع أن أكون صوت المعارضة في مجلس العموم وفي البلاد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية. أبو بكر، ما الذي قدمه ريشي سوناك في برنامجه الانتخابي؟ قدم وعود ومزيد من الوعود ووعود إضافية، ويعني حلف الأيمان على أن الأمور سوف تصبح أفضل في ما هو قادم من سنوات، وقال بأن يعني الفترة الماضية كانت صعبة على الجميع، وأنه بدأ للتو فقط اقتصاد البلاد يتحسن، وبالتالي فإذا أراد الناخبون أن يشهدوا مزيدا من التحسن الحقيقي عليهم انتخاب المحافظين. وكيعني محاولة لإغرائهم أكثر، تحدث بالأساس عن الاقتصاد، وفي قلب الاقتصاد تحدث عن الضرائب وتعهد بتخفيضات ضريبية يصل في مجملها إلى 17 مليار جنيه استرليني، وتحدث عن واحدة من أكبر الضرائب أو الشرائح الضريبية هنا تعرف بالتأمين الوطني، وقرر اقتطاع 2% من قيمتها، وهذا هو الثالث اقتطاع تواليا من قيمتها بإجمالي 6%، وأساسا هي كلها 12%، بمعنى أنه قام بتخفيض هذه الضريبة إلى النصف. ضرائب أخرى تعهد بيعني تخفيضها أيضا، بقية الضرائب تعهد بعدم رفعها أو الاقتراب منها، يعني كان يخاطب البريطانيين عبر جيوبهم. ولكن استطلاعات الرأي أو مراكز التحليل فيما يخص الضريبة على وجه الخصوص قالت أنه وإن خفض المحافظون الضريبة بالشكل الذي يطرحونه في برنامجهم الانتخابي، إلا أن العبء الضريبي الإجمالي سوف يزيد تحت حكم المحافظين. هذا البيان جاء بعد 24 ساعة فقط من إعلان ريشي سوناك برنامجه الانتخابي، في ضربة مباشرة لأهم وعد انتخابي يبني عليه سوناك أماله كلها تقريبا في محاولة تعديل كفة الانتخابات التي تميل بشدة ناحية العمال. هل قدم حزب العمال ما يرد على ذلك أو حوافز أخرى؟ عفوا لم أسمع السؤال. هل رد حزب العمال على هذه الحملة الانتخابية أو على هذا البيان؟ صحيح، بعد يومين من إعلان المحافظين برنامجهم الانتخابي جاء العمال ليعلنوا هم بدورهم برنامجهم الانتخابي، تحدثوا أيضا بشدة عن الضرائب. الضرائب كانت يعني ملفا يعني تبادل فيه الطرفان الاتهامات. العمال قالوا أيضا أن المحافظين يعني يكذبون في موضوع التخفيضات الضريبية، وأن الضريبة سوف ترتفع إذا هم فازوا، ووعد العمال بدورهم بتخفيضات ضريبية، وإن كانوا تقريبا في نفس المنطقة بحسب مراكز الدراسات، بمعنى أن الطرفين هنا المحافظين والعمال يعدون بتخفيضات ضريبية معينة، ويعني عدم رفع شرائح ضريبية معينة، ولكن مراكز الأبحاث تقول أنه في جميع الأحوال فإن مستوى الضريبة أو ما يعرف بالعبء الضريبي على الأفراد سوف يزيد في ظل حكم أي من الطرفين. ولكن الفكرة أنه في السنوات الماضية ارتفع بشكل يعني جنوني العبء الضريبي تحت المحافظين، ولذلك فإن وعود العمال تبدو أكثر جاذبية للناخبين، لأنها يعني مبنية على كلمة التغيير، والتغيير هو بالذات ما يحتاجه البريطانيون الآن، لا سيما على المستوى الاقتصادي. رياح الانتخابات لا تهب بالمرة في صالح المحافظين في الاقتصاد وفي غير الاقتصاد. آخر استطلاع رأي جرى بالأمس أعلن عنه أعطى المحافظين المركز الثالث وليس حتى الثاني في الترشيحات الانتخابية. العمال أولا، حزب الإصلاح ثانيا بفارق نقطة واحدة، ثالثا يأتي حزب المحافظين، وهذه انتكاسة كبيرة جدا إذا ما ثبت صحة هذا الاستطلاع. وبالفعل ذهب المحافظون إلى مركز ثالث ومتأخر جدا
في البرلمان قد يعني، وهو ما جعل الحزب الإصلاح يقول أننا نحن من سنمثل المعارضة وليس المحافظين، لأننا سوف نكون ثاني أكبر كتلة. يذكر هنا فقط أن زعيم حزب الإصلاح وهو محافظ رجل نايجل فراج هو قال في برنامجه أو في برنامجه الانتخابي، قال أن الانتخابات محسومة للعمال، هذا شيء منتهي، وأنه الآن التنافس على من يمثل المعارضة من الكتلة اليمينية المحافظة، ونحن أي حزب الإصلاح سوف نكون المعارضة وليس المحافظين. أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية من لندن، شكرا لك. وبهذه التغطية للانتخابات في إنجلترا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من العالم ينتخب. على رأس الساعة جولة المراسلين مع رغدة أبو ليلى. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.